السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا في احسن الاحوال وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. ان شاء الله نوجدوا مع بعضياتنا لي شوسو. بقاو معايا ما تمشيو فين. نتمنى ربي تنال اعجابكم الطريقه. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندي معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، عندي معلقه ونص ديال سكر سنيده، سكر حبيبات، عندي تقريبا 2 معالق ديال الزبده، عندي الملح وثلاثة المعالق ديال الحليب بودر. هنا عندي فرينة، عندي 700 غرام ديال الفرينة والمدافئ العجينة. اللي بغات تعبر بالكيسان عندي 5 الكيسان ديال العلبة ديال الفرينة. المهم على حسب، الا بغات تكثري يعني تضيف الميزان. اول حاجه غنديرها هي نضيف الخميره مع السكر ونخليها باش تفعل واحد شويه، نغطيها على فعلها المدافئ ونخليها ترتاح تطلع عاد باش نجي نعجن. نغطيها نخليها تطلع. كيما كتشوفوا معايا الخميره ديالي راه طلعت فعلات. غندير 5 الكيسان ديال الدقيق مغربلين من قبل، معلقه سكر ديال الملح، 3 المعالق ديال الحليب المجفف او حليب نيدو. هنا كنضيف الخميره، اللي ما عندهاش الحليب المجفف تقدر تعجن بالحليب بلاصه ما تعجن بالحليب. انا كنضيف الحليب البودر عجنت بالماء. نعجنها بيدي، اللي بغات تعجنها في العجانة ممكن تعجنها في العجانة. كتجي واحد العجينة اللي هي طرية. جمعتها غادي نحطها على بلوندو طخابير غندلكها مزيان. واحد 3 ديال الدقائق حتى 5 ديال الدقائق وانتم كديكوها كتجي على هاد الشكل. هذه طريه مزيان. وغادي نهز دوك 3 المعالق ديال الزبده غندخلهم شويه بشويه. تخلعوش من الزبده في الاول ما كتبغيش، يعني كتجي شويه صعيبه، ولكن من بعد كتجي العجينه زوينه، تجي واحد العجينه طريه. صافي نبقى عليها بشويه بشويه، كندلكها مزيان وندخل ديك الزبده كلها في العجينه. صافي تقريبا الزبده راها مزيانه، راها دلكتها مزيان. طريه ما تتخيلوش شحال طريه، اللي كنقيسها بيدي كتجي يعني العجينه خفيفه على هذا الشكل. هذا غادي نحطها ترتاح. درت شويه الزيت وغنخليها ترتاح واحد شويه. ندوز انا نوجد العماره. غادي نغطيها ونخليها ترتاح.
انا كما كتشوفوا معايا عندي واحد جوج بصلات كبارين، شحرتهم بشويه زيت الزيتون والملح والابزار وشويه ديال الخرقوم. هنا عندي الطون والفرماج والشعريه الصينيه. هي فاش غادي مش غادي نعمر، نتوما ليكم الاختيار، تقدروا تعمروا باش ما بغيتوا، بالكفته ولا بالخضر ولا باش ما بغيتوا تعمروا. ممكن العمره كتبقى على حسب كل واحد اشنو اللي كيعجبو. هنا كنقسم العجينه ديالي على جوج كما كتشوفوا، وكنسرح الكره الاولى تنقطع على هذا الشكل. بعد القطع هذه نتوما الا عندكم القطعه ديال لي شوسو اللي خاصين بالاسميتو تقدروا تخدموا، انا ما عنديش، عندي هذه القطعه العاديه كنقطع بها. ولا الا بغيتوا ديروا قطعه كبيره، الا بغيتوا تطلعوهم كبار ممكن ندير على الحجم صغير. نخلط هذه العماره كما كتشوفوا، البصله مع الشعريه الصينيه وشد الفرماج والطول. نتوما تقدروا كما قلت لكم ديروا اللي بغيتوا، الخضره ولا الكفته بيون طاشي ولا، المهم تيبقى لكم العماره كلها والذوق ديالو. حتى ناخذ واحد الكونتيتي صغيره، واحد شويه ما كنعمروش بزاف حيت صغار، وتطوي على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. كنجيب واحد الفرشيط كنبدا نبسط من الجناب، كيجي على هذا الشكل هذا. متخيلوش العجينه شحال جايه، شحال جات زوينه العجينه صراحه، جات واعره، هاد الكتام مزيان وبهاديك الزبده بخا يعني طريه. صافي كنمشي على هاد الشكل، كنسالي كلشي ديال العمار خرجت لي. نسير هاد قدامكم، كنطوي على هذا الشكل هذا. والفرشيط ديالي كنديرو في فرينه باش ما يتلصق، يعني باش المساعده ديال شويه الفرينه ما تبقاش لاصقه ليا في العجينه. ترى خمرت ديجا العجينه، خمرت صافي. نمشي على هذا الشكل، تنسالي كلشي. انا الزطاوه اللي غندخلها الفران كندخل تنفرش ليها كما كتشوفوا الاوراق الزبده. هنا هزيت اصفر ديال البيض، ضفت ليها واحد معلقه، نص معلقه ديال القهوه، سرعه الذوبان، وكندهنهم كما كتشوفوا معايا. هما ديجا خمروا، ما جيت فيه مسالي حتى خمروا. هذاك اللي لكم درت زعما الحجم من هذاك دوك هذوك اللي وريتكم في التبصيل كبارين واحد شويه كما كتشوفوا هنايا. هاد الصف كله درت شويه قطعته بالقطعه كبيره، وهاد الصف هذا الاخر درتهم بالقطعه الصغيره، هادو درتهم بالقطعه الكبيره كما كتشوف جاوا كبارين واحد شويه. درت لهم لوز ايفيلي
وهذا الوسطاني هذا درت له الفرماج من الفوق، الفرماج دابره ما كيبانش، انا قطع لكم وحده وتشوفوا كيفاش جات. شتوا طريت لكم العجينه، جات واعره طريه. شو العمارة كيفاش جاي، ولا البنات لا فيديو اليوم غيسالي هنا. ما تنساوش لايك للفيديو اللي عجبتكم الفيديو بيان سيغ، تهلاو فريوسكم تهلاو فيديو واحد اخر. تعكم في امان الله.